تحت رعاية سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، نظمت جمعية الصحفيين البحرينية الملتقى الخليجي للجمعيات الصحفية بمشاركة وفود الجمعيات الصحفية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا وعقد الملتقى خلال الفترة من 26 وحتى 29 من شهر مارس الجاري. وأكد البيان الختامي للملتقى الخليجي للجمعيات الصحفية على جملة من المعطيات ذات الأهمية البالغة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة الخليجية والعالم العربي والإسلامي والعالم قاطبة، وبما أن الصحافة في دول مجلس التعاون الخليجي تلعب الدور الاستراتيجي في ترسيخ قيم الوحدة وتقوية اللحمة الخليجية والتعاضد والتعاون والتكاتف وتباين الحقائق على أرض الواقع. نادى البيان بضرورة تعزيز العلاقات البينية بين الجمعيات الصحفية الخليجية وتقويتها وزيادة مجالات التكامل فيما بينها وتكثيف الأنشطة والبرامج التي تخدم الصحافة والأعلام والإعلاميين بشكل عام. كما أكد البيان على ضرورة استمرار اللقاءات الدورية لرؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية وممثلي هذه الجمعيات لمناقشة كل ما يستجد من أمور وتطورات على مستوى العمل الصحفي أو على مستوى الأحداث في المنطقة. وأوضح البيان ضرورة الاستفادة من التجارب التي مرت بها المنطقة الخليجية في الفترة الماضية، من أبرزها جائحة كورونا، علاوة على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على توحيد الخطاب الإعلامي الموجه للخارج ووضع آلية عمل مستدامة، إضافة إلى صياغة خطط تتناسب مع مستقبل الإعلام والتحديات التي تواجه العمل الصحفي بشكل خاص. اجتماع البحرين فرصة أيضا للقاء معالي الوزير، اجتمعنا به وتحدث طويلا عن هموم الصحافة وكأنه أحد رؤساء التحرير أو المسؤولين في هذه المؤسسات الإعلامية، حديث العارف والمدرك والحريص على أن لا يؤثر هذا التحول في العمل الإعلامي على المكتسبات التي تحققت على مدى سنوات طويلة في كل دولة من دول الخليج. من الجميل حقيقة أن نحن نرى التناغم الكبير حقيقة بين الجمعيات الصحفية الخليجية، وهذا بلا شك يعكس يعني مدى التقارب في الأفكار وفي الأهداف التي تتميز بها جمعياتنا. وكذلك ربما لقائنا مع معالي وزير الإعلام وزير شؤون الإعلام في البحرين بالأمس كان مهم جدا حقيقة، حيث تم تناول كذلك نفس القضايا، ورأينا حقيقة أن هناك توافق في كثير من الرؤى من أجل العمل لمستقبل الصحافة في الخليج. أولا يعني يجب أن أشير إلى خصيصة دول الخليج، وهي أن المسؤول مساند للعمل منظمات المجتمع المدني، ووجدنا هذا أمس في لقائنا مع معالي الوزير، بل كانت الرؤية متفقة تماما في الحديث حول المصاعب التي تواجه أداء الإعلام ككل والصحافة الورقية على وجه الخصوص، وكان هناك تفاهم في أن يكون هناك أدوار مساندة من قبل الحكومات لأفعال المنظمات والمجتمع والجمعيات الإعلامية الخليجية. سعدنا بلقاء معالي الوزير، وهو من الوجوه الإعلامية المعروفة في المنطقة، ويعني أضاء لنا الكثير من النقاط في خلال هذا الاجتماع، وتحدثنا تبادلنا الكثير من وجهات النظر حول ضرورة مرتكز الخطاب الإعلامي في المرحلة المقبلة، أيضا التكاتف والتعاضد من أجل أن تكون الصحافة الخليجية أكثر يعني قدرة على مواجهة التحديات. هذا الملتقى الخليجي الإعلامي الأول الذي جمع جمعيات الصحفية في دول مجلس التعاون الخليجي هو انطلاقة حقيقة وبداية أيضا للتشاور و التواصل وطرح القضايا التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي، وحقيقة كان اجتماع مثمر وتم مناقشة كثير من الأمور التي تتعلق باتحاد الجمعيات الخليجية. ونحن في جمعية الصحفيين البحرينية نستلهم رؤيتنا من رؤية قادتنا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بحيث توحيد وجهات النظر وتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي، بحيث أن نقدر نعمل بعمل أكثر فعال كيد وحدة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون.